مساء الخير سيداتي سادتي الحضور الكريم. يشرفني جدا أن أكون ضمن هذه الكوكبة الجميلة وفي حاضنة الثقافة العربية مصر أم الدنيا وقاهرة المعز، هذه المدينة التي حضنت كبار الفنانين، ومن هنا ابتدأت انطلاقة عظماء فناني الوطن العربي وأكيد طبعا مصر. يشرفني اليوم أن أقدم لحضراتكم مقطوعات من تأليفي. الأولى طبعا ارتجال على مقام الرست، أرجو أن ينال حسن استماعكم وشكرا جزيلا. Mm-hmm.